بتعمل مقلب في جوزها محمود. حنان قالت لنا إن محمود بيعمل فيها مقالب كتير وإن دي فرصتها عشان تنتقم، وإحنا طبعا هنساعدها. بس التشيكن ده بس هو اللي مش معانا. طيب حنان مساء الخير. طيب أنا جورج. أهلا بيك. كله تمام؟ تمام. قولي لي اللي معاكي ده جوزك صح؟ اه. اسمه ايه؟ محمود طارق. محمود طارق. طيب انت عايز تعملي مقلب في محمود صح؟ اه نفسي قوي. هو الصراحة. ايه؟ هو بيعمل مقلب كتير فيكي؟ اه كتير. طيب انا بمشي مقلب كتير برضه. اوكي طيب انت جالك الفرصه انك تنتقمي وتعوضي للاخر. بصي بقى احنا بنلعب لعبه اسمها قدها ولا مش قدها. اوكي. هنركب لك سماعه في ودنك. تمام. وهبتدي اقول لك على حاجات تنفذيها. اوكي؟ اهم حاجه انك ما تضحكيش. كلام جد جدا. حاضر. تاني حاجه ان هو ما يلاحظش ان انت بتعملي مقلب. تمام. وما يسيبكيش ويمشي. اكيد مش هيسيبك ويمشي صح؟ لا ان شاء الله. لا مش هتوصل للدرجه دي. متاخر ان شاء الله. اه مش تروحي بتاكسي والجو ده عيب. لا لا. طيب تمام. اي وقت تحسي ان انت عايزه توقفي مش قادره تكملي هتقفي وتقولي بصوت عالي يا جماعه انا مش قدها وقفوا. هنكشف الدنيا ونقول له ان احنا كنا بنعمل مقلب والقصه تنتهي. اوكي اوكي خلاص. قدها قدها ان شاء الله. ربنا يستر. ترابيزة على ايدك اليمين وقاعد عليها ولد لوحده كده بيقرا حاجه. بصي عليه بصه وارجعي تاني. لا هو شكله كيوت. يلا بص على الولد تاني. بص على الولد تاني نعرف هو بص عليك ولا لا. تتنيحه بقى. تتنيحه 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 تتنيحه. انت ايه؟ لا خالص. خلاص يا محمود في ايه؟ شكله عاجبني. هو شكله على بعضه كده عاجبني. ايه ده كنت عبيطه ولا مجنونه؟ حنان قولي له عشان عقبال ما تشرب قهوتك هتنح انا فيه شويه ونقوم نمشي. طب اقول لك حاجه حلوه؟ اقول لك حاجه حلوه. قبل ما تشرب القهوه قبل ما تشرب القهوه هتنح انا فيه شويه ونقوم نمشي. طب عشان معلش عليك بجد اقسم بالله العظيم ثلاثه عشان ده كده مش استفزاز ولا تهريج. فكك. بليز لو سمعت لو سمعت قولي له من فضلك هو اسمه ايه وشاوري له عليه على اللي عليه يمين. من فضلك معلش. هو الاستاذ ده اسمه ايه؟ استاذ مين؟ لا الكتاب 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 اللي معاه الكتاب اللي معاه ده اسمه ايه؟ معلش سوري. الكتاب عادي انا ممكن اعرف واجي اقول للاستاذ حاضر. طب ممكن تعالى. ميرسي ميرسي قوي. يلا جيب انا اخبار الكتاب ده. حضرتك ممكن بس الكتاب سألها على اسم الكتاب؟ وهنا انت عارف انا بحب القرايه. مش يا معلم. شكرا على شكرا. خليك انت بس خليك بس الولد مالكيش دعوه بيه. حاضر يا ريت حبيبي. بصي انا مش بقدر ازعل بعد فوق. اوكي فين هاتي هاتي الاوفر ده. هيضربه في ايه يا محمود؟ هيضربه لو مشي هتخسري. دلوقتي محمود على اخره وحنان قدرت تعصبه وتوصله لمرحلة الانفجار. يلا نزود الجنان أكتر ونشوف حنان هتطلع قدها ولا مش قدها. مش قادرة أنزل عيني من عليه محمود. أعمل إيه طيب؟ أنت عامل مش كلمة جدا بصراحة بجد؟ بلاش شكل عاجبني أوي. أكيد. لفي لفة سريعة كده واخبطي صورة. ايوه كاميرا. لا عادي بصور المكان عاجبني. حنان مبروك بجد. انت تستحقي ال 500 جنيه. انت خلصتي المرحله الاولى ومعاكي دلوقتي 500 جنيه. برافو يا حنان بجد. معلش ممكن تنزل له عصير برتقال على حسابي؟ احنا طلبنا الشيك خلاص. لا طلبنا منه الكتاب. انزل المستر. يعني حضرتك اللي هتحاسب ولا هو؟ ما تحطلوش فيه سكر. مسكر لوحده. ميرسي. انا حاسس ان في ايه ما اقسم بالله العظيم كده. خلاص بعد انت تقولي ده بقى. والله العظيم زي ما بقول لك ما تعرفش بجد. اول مره ايه محمود اللي بتقوله ده؟ هو انا اتكلمت؟ انت بتقوله ده؟ والله العظيم
اكيد مش بتتكلم جد. هتنسحبي ولا هتكملي؟ انت ما بتتكلميش بجد مش انا بس كده مش حنان. لو شايفه انك محتاجه تنسحبي دلوقتي قومي قولي انا مش هدعها. لا خلاص قومي اقفي قولي انا مش هدعها. لو عايزه يا جماعه انا مش هدعها اوكي بس تقولها جامد. لا انا هسامحك انا هسامحك. انا حاسس ان هو غريب والله مش عارف. صح هو ده مراتك دي يعني انت مش عارفها؟ ما انت اكيد عارفها يعني ازاي بتعمل كده؟ لا هي واحده ثانيه بس النص بقى اللي فاتت بتجاوب على رخم فعلا والله انا بقى مش فاهم. لا على بجد سعداء بيكم جدا تشرفتونا ونورتونا. حنان محمود سعداء بيكم معانا فيديو صغير عايزين عايزه اقول لك انا بحبك قوي ربنا يخليك ليا وتعيش تاخد غيرها بقى واقعد اعمل فيك مقالب كده على طول بس كل سنه وانت طيب. الله 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 شكله عجبني. ايه ده كنت عبيطه ولا مجنونه ولا هبله؟ ان اوفر. عمرو جاي يعمل مقلب في صاحبه باسم. عمرو قال لنا ان باسم صاحب صاحبه جدا وجدع وهو ده اللي لعبنا عليه. ماشي طيب. عمور ازيك يا باشا؟ كله تمام؟ الحمد لله. الحمد لله. قول لي اللي معاك ده صاحبك مش كده؟ اه. اسمه ايه؟ باسم. باسم. انت جاي النهارده تعمل مقلب في باسم صح كده؟ ان شاء الله طبعا. انت ايه ده انت داخل بقى؟ انا بحبه جدا. اه بجد؟ ده حبيبي. لا ما هو باين. طيب بص بقى احنا بنلعب لعبه اسمها قدها ولا مش قدها تمام؟ بنركب لك سماعه في ودنك وكل الطلبات اللي هقول لك عليها لازم تنفذها في ساعتها زي ما بقولها لك بالظبط تمام؟ اهم حاجه ما تضحكش. باسم ما يكتشفش انك بتعمل فيه مقلب وما يسيبكش ويمشي تمام؟ لو سابك ويمشي في اي وقت انت كده خسرت. اوكي. اي وقت عايز توقف اللعبه الجيم تقف وبعلو صوتك تقول يا جماعه انا مش قدها. هنوقف الجيم في ساعتها ونكشف له ونقول له ان احنا كنا بنعمل فيه مقلب. اوكي؟ تمام. قدها؟ تمام. عمرو هنبتدي حلقتنا دلوقتي. هنبتدي في الليفل الاولاني من قدها ولا مش قدها. المرحلة دي على 500 جنيه، هتسمع كل اللي هقول لك عليه وتنفذه زي ما اقوله بالظبط. يلا هنشوفك قدها ولا مش قدها. يلا يا معلم. في واحد قاعد على يمينك ضخم كده، شاور له وقول له بعد اذنك الصوت شوية. ممكن الصوت شوية؟ اه انت؟ ايه ما تكلمش يا مستر؟ لا انا سامعه بيتكلم. ايه بس يا مش انت في تكلمش اصلا. والله اتكلم. تصبح فوق والله. اه شغل اغاني. هولع انا. قوم روح للموبايل. الموبايل اللي انت قوم بص فيه كده. لا فين؟ بص كده في الشاشه كده. رد عليه. رد يا معلم. رد. الو؟ الو؟ ايوه عزت. عزت. ايوه. انت فين؟ حمام. عزت مين وزفت مين؟ عزت زفت مين؟ خلاص طلبت. عزت مش عامله كده، انا اخش انام عزت. عزت انت عامله لنا ازعاج ليه على رأيك؟ انت عامله لنا ازعاج ليه؟ انت كل شويه عماله تتصل بيه هو ما بيعبركيش. الله. يعني ايه ما بيعبركيش؟ الله. انت مين انت؟ الله. انت ازاي تعمل كده؟ الله. 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 فين عزت؟ اهدي بقى يلا وما بتتصلش انا تاني. خلاص خلاص. عشان ايه يجي؟ يجي بحيث يفتكر ان هو اللي رد عليه. ولا اي حاجه. خليني كده اصلا هيبقى. يلا يا معلم روح. اشرب سيجارتك روح. روح. ماشي عادي. الو. الو. انت وديت عزت فين؟ وديت عزت فين؟ انا عايز عزت دلوقتي حالا. انت مين انت؟ انت مين انت؟ انا عايز عزت بكلم عزت مش ده تليفون عزت؟ عزت ايه وزفت ايه؟ عزت ايه وزفت ايه؟ الله. الله. انت بتقول انا عزت فين؟ الله. الله. انت ازاي تقول انا عزت كده؟ الله 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 كده انت ما عندكش غيرها ولا ايه؟ نعم طيب كانك لقيته واقع في الهطل مش انت بتاع الله؟ فين عزت؟
على سنه على شماله كده. عزك فين؟ عزك فين؟ اديله بقى اديله الموبايل اديله الموبايل اهو اديله الموبايل. عزك فين؟ اهو بس ايه روح اقعد انت بسرعه روح اقعد انت بسرعه روح اقعد انت بسرعه. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ دلوقتي عمرو ورط باسم ورطه كبيره. تفتكروا باسم هيعرف يخرج من الورطه ولا لا؟ قول له هو مين انت مالك؟ انت غريب على فكره، انت بتمسك الموبايل ليه بتاعه؟ هو ده موبايل لحضرتك يعني؟ هو بس كان بيرن كتير بس، فكان بيشوف مين، افتكر حاجه طوارئ ولا بتاع. يا عزك يا عزك، في واحد رد عليا وهزقني وقال لي ثلاثه. الله يا عزك واحد شتمني يا عزك اللي انت قاعد فيه ما اعرفش انت قاعد في اي داهيه. واحد شتمني يا عزك شتمني شاور عليه وقال لي الله 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 وقفل السكه في وشك. اه يا عزك مره ثانيه يا عزك تمام ما تبقاش راجل يا عزك اللي هو بيشعر ده وانت راجع النهارده. انا بقول لك ايه يا عزك؟ خلاص من تحت الترابيزه. ايوه صح خلاص انا هتصرف يا جماعه. هدي النام حضرتك المدام في كنتوا الاثنين. هو رد على المدام يقوم يعتذر. هي دي المدام حضرتك؟ اه دي المدام. لا احنا اسفين جدا. لا يبقى لا بيستاهل اجراء. لا 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 المدام لا لا المدام لا يلا كل ده تسليم المدام. قول له بقى قول له لا لو المدام بتاعته لازم تعتذر. لو المدام بتاعته لازم تعتذر. لو المدام بتاعته لازم تعتذر. بص لعزت وقول له يا استاذ كلمه وهو هيعتذر لها بنفسه. الحبايب يلا يلا. بص يا استاذ عزت هو هيعتذر بنفسه يا اسطى. انا استاذ هيعتذر بنفسه يا اسطى. انا قلت لك اعتذر يا اسطى. انت ايه هو هيعتذر؟ هيعتذر يا فندم هيعتذر. احنا اسفين جدا. هيعتذر يا فندم. اسفين جدا والله معلش. قدامك دقيقه تخليه يتصل بمرات عزت ويعتذر لها. لو اتصل انت معاك 500 جنيه اتفضل. هي وانت جاي تهزها وانا جاي اعتذر. الله 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 الله. دي اللي اتكلم معاك من ساعه ما صحيت النهارده. معلش معلش 10 ثواني. الله يلا يا باسم اعتذر لها يا باشا. هتعتذر لها خلاص باشا. انا هكلم المدام اعتذر لها. يا عم ماشي هو موافق. عزيز الو عزت عملت لي ايه مع الراجل اللي قال لي ثلاثه؟ الله 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 ماشي في مشاكل عليك يا فندم. عزت انت مش عادي الموضوع على خير يا عزت. انت هتطلق لسه بقول لك ده عادي. انا واخد بالك. خمس ثواني انت بتخسر. لو ما اتصلش في خلال خمس ثواني انت خسرت. الله 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 الله. اقول له القهوه. سوري يا معلم انت خسرت معانا ما طلعتش قدها. معلش يا باسم انت عارف انا بحبك قد ايه وعارف كل شويه تقول لي بطل هزارك الخفيف ده. والنهارده انا محضر لك هزار بمناسبه رمضان الكريم. بس انت طيب ومبنيه صغيره كده عشان عيونك انت بس. هو طبعا عامل كان بيحاول يعمل فيك مقلب بس انت خسرت 500 جنيه. لو كنت اتصلت اعتذرت للمدام كان كسبت 500 جنيه. انا اتصلت بس المدام مش يعني قصدي او بقى يعني عادي بقى يا عم كده تمام. بس انا قلت ده في ناس كتير بتوقع. عايز اشوف صاحبتك اللي هي تزري تزري بقول لك اهو. الو 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 ايوه الله 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 الله. ايه انت عبيط ولا مجنون ولا ايه؟ ايه اوفر ده يا عم؟ ايه ده؟